نور، رح نتحدث عن شيء بيقول على مقام أنثى، اسم يحمل الكثير من المعاني. ممكن البعض يفكروا أنه هو متحيز نوعاً ما أو مضيء أكثر على المرأة، لكن يبقى المعنى الحقيقي لهذه العبارة في قلب من أعطى هذا العنوان. كيدا بصرنا نرحب بضيفتنا السيدة سلام تركمان، شاعرة ومسؤولة عن النشاط على مقام أنثى في مركز ثقافي. سعد صباحك، أهلا وسهلا. الصباحات ليست حكرا على شمس، السوريون أيضا يتقاسمون ضياءها مع الأمل. صباحكم أمل. صباحك أمل ومحبة. ست سلام، بالبداية كنت عم تحكي تحت الهواء عن عنوان هيدا النشاط اللافت على مقام أنثى، خلينا نحكي عن هيدا العنوان والهدف منه. قلت لي كان مستفز لكثير للرجال حصرا للرجال فينا نقول. دائما نحن بنعرف انه العنوان هو العتبه الاولى اللي لازم نحن نتعب بتاسيسها، العتبه لنشد الزائر للمحتوى او للموضوع. صراحه انا ما كنت بدي اسميه هيك، بس بعدين الحمد لله انه اخترت هذا العنوان. كنت بدي اسميه دانتيل او بنفسج، اي شيء بيتعلق بطبيعه الانثويه او الحياه الانثويه. كنت بدي اسميه دانتيل، بنفسج، ناي. بعدين ابتعدت عن التسميات الواسعة اللي بتحمل أكثر من احتمال وسميته على مقام الأنثى. هو مثل رصد لحالات إبداعية بتعزفها أنثى. طبعاً نحن نعرف أن الأنثى هي شخص قادر يعزف على كل المقامات، مقامات الحياتية، بتعزفها بطريقة خاصة. طبعا هي الأنثى ممكن تكون رسامة، فنانة، شاعرة، أديبة وإعلامية، وإن شاء الله هيك بيلاقي صدى إن شاء الله. إن شاء الله. نور، يعني حديث على مقام أنثى، يمكن نحن خلينا نقول أنثى بتحسي هيك شيء جواتك، بلامس شيء جواتك، كيف إذا كانت شاعرة؟ خلينا نسمع شيء منك اليوم. نص بعنوان مساكين. نحن حين نكتب نرمي عرض الحائط بقلوبنا ولا ننتظر الصدى، نداري دموعنا خلف الشطور خيفة الشماتات ونرقص عند الروي بثوب يشبه روحنا. نحن حين نكتب نقلم ظفر الألم، نعوده على الترتيب كي يتلهى عن قلوبنا. نحن المساكين حين نكتب نرقص أولا ثم نكتب، ننفض الغبار عن أثوابنا ونتعطر بالحياة، ثم ندخل الورقة كما خلقتنا أمنا، مساكين فقراء نتلوى من الحياة البلهاء. نحن حين نكتب ننسى كل البشر ونستذكر فقط الغدر والطعن، نفتقد موتانا ونرسم صورهم أوسمة على جبين القصائد، لا نسور الحدائق نتركها بساتينا، ولا نطرز فساتين الصبايا بالمرمر والدانتيل نتركها نرجسات برية، ندور الرياضيات غزل بنات والبحور جوازات والشوارع أنجما مستطيلات، نفعل ما نهوى لا يحدنا إلا الحرية، نتحرر من البحور إن شئنا ونلزم الروية لو شئنا، نخلق الرجال رجالا ولا نكترث للغدر والظلم والمجاملات. نحن الشعراء المساكين نقلب الأرض على أعقابها فتفرح، نسحب خط الاستواء إلى القطب، نغير الجغرافيا وعلوم الأنساب ولا نجزع، نمشي على رؤوس أقدامنا في الورق، أوراقنا، شوارعنا الهانئة، فسحتنا الجميلة، مسرح الشغب ومركز الأشياء المزركشة، أوراقنا، جيناتنا، نحن المساكين، كل المساكين شعراء. حلو. تسلم تمك. خلينا نحكي عن نشاط على مقام أنثى. ست سلام، قلتي لي هو نشاط دوري شهري. كل مرة أنا بحب نوع، مثلا شاعرة، رسامة، فنانة، إعلامية، الهدف منه مثل ما قلت بالأول إسقاط الضوء على إبداع الأنثى.
طبعا هذا الكلام ما بيودي انه هي ضلع قاصر، لا بالعكس، انا بعتبر المجتمع كلياته ضلع قاصر لولا وجود هي الانثى. لانه ابداع الانثى دائما بيكون جهده مضاعف، لانه هي اكيد مو صاحبه موهبه بس، كمان هي ست بيت، هي صديقه، هي ام، هي اخت، ونحن عم نقدم لها دعم معنوي مشان تبرز موهبتها وابداعها. يعني عدد من الحوارات أنجزت، يعني قدرتي أنت من خلال هيدا الحوارات أنه تاخدي البدك يا من المعنى الحقيقي لهذا النشاط؟ طبعا العنوان مستفز والأسئلة كانت مستفزة، الأسئلة بعدت عن موضوع الرتابة والتكرار بالحوارات، حوار كان كثير شفاف بالبداية، ما لقى صدى بس كان مستفز. أول جلسة ما لقت كثير صدى بصراحة، وأنا بعترف كنت بدي اتراجع ووقف النشاط، بس لا، في ناس شجعوني ودعموني وقالوا لي لا كفي على القليله ثالث جلسه بيبين معي. صحيح. ثاني جلسه الحمد لله كان الحضور نوعي ونخبوي، وكمان في اربع وسائل اعلام اجت غطت، يعني اعطاني دفع بنسبه 90%. طبعا اكيد يمكن طموحك كبير ومشاريعك بتتمني انه فعلا بالخطوات القادمه مثل ما قلتي يمكن وجود شخصيات نسائية لها أثر تكون كمان ضيفتكم ضمن هيدا النشاط وضمن هي الجلسة الحوارية. في عندي أحلام لشخصيات أني استضيفها، الفنانة القديرة منى واصف مثلا، الكاتبة العظيمة قدرا كليت خوري، والإعلامية الكبيرة باسمها نهلة السوسو، يعني هي أحلام أحلامي. يعني أكيد نوجه تحية لكل اللي ذكرتيهم النساء، يمكن لهم أثر كثير كبير بحياتنا، أنا بعتبرهم قدوتي طبعا. أكيد إن شاء الله يا رب تحققي حلمك، وأكيد نوجه تحية لكل حدا منهم، هم نساء عن جد هن قدوة، وخاصة شفنا لهم كثير من المواقف إنجازات طبعا والإنجازات نقتدي فيها. أكيد. يعني أيضا خلينا نحكي، أنت كشاعرة وكمديرة تحرير لمجلة المعلم العربي، هل يعني لسه في متابعه لمثل هالكتب، لمثل هيك برامج، يعني مع دخول عالم السوشيال ميديا؟ بصراحه لا، يعني انا هذا السؤال كثير بحز بنفسي، لانه الاجابه عليه بطريقه سلبيه، يعني انه نحن هلا ابتعدنا كثير عن القراءه، ابتعدنا بسبب عصر السرعه ومثل ما حضرتك قلتي وسائل التواصل الاجتماعي، بس يعني نحن بنتمنى نكون لو 1% من دور توعوي اتجاه القراءة، وبعدين في فئة محددة يعني موجودة نحن عم نكتب لإلها. طبعا مجلة المعلم العربي هي تاني أقدم مجلة سورية بعد مجلة مجمع اللغة العربية، إلى مستمرة بالصدور، ما انقطعت ولا سنة ولا عدد، 73 سنة. حلو. وأنا فخورة أني بشتغل فيها، ونحن عم نعمل جزء بسيط للتوعية للقراءة للثقافة. يمكن من خلال يمكن اختيار مواضيعك، يعني لما اخترتي نشاط ثقافي على مقام أنثى قلتي هيدا الموضوع مستفز والعنوان مستفز، كمان يمكن العناوين والنشاطات بتلعب دور لجذب القارئ اليوم، لهيك هو العتبة الأولى لأي محتوى، لهيك بنشوف أحيانا في عناوين مستفزة ما لها علاقة بالمضمون بس لجذب القراء اليوم. قديش بتلعب دور، لا مش بعيدا عن اللعب بالكلمات، قديش بيلعب دور المضمون المادي من خلال التوجه لعدد من القراء وجذب، يعني مثل ما قلنا يمكن السوشيال ميديا أخذ حيز كتير كبير بحياتنا، التلفزيون والسرعة، يمكن الموبايل وجوده بإيدك هو اختصر كتير من التفاصيل والوقت، فتلاقي الناس هي أسرع بسبب قراءة سريعة. صحيح. دائما العنوان والمحتوى لازم يكونوا متكاتفين مع بعضهم باتجاه هدف واحد. نحن مثلا بالمجلة بتجينا كتير موضوعات ما لها علاقة أبدا، العنوان بيكون فضفاض والمحتوى بصراحة بسيط وسطحي، يعني لهيك نحن عنا لجنة قراءة، يعني المادة بتنعرض لأكثر من شخص ذوي خبرة، وبنتأمل نكون نحن عم نقدم مادة جيدة للقراء. بس يعني أنا واثقة بوعي القارئ والمتلقي، يعني نحن عنا قراء نحن منخاف منهم، بيوجهونا انتقادات، يعني أنا بحطها ببالي هي القصة، أنه لا، في عنا قارئ واعي، قارئ مثقف بيكشف الجيد أو بيميز الجيد من الرديء. تماما. يعني من خلال القصيدة اللي ألقيتيها حضرتك خصيتي الشعراء بالمساكين، هل أنت ظلمتيهم أو عطيتيهم حقهم؟ لا، عطيتهم حقهم بصراحة. ليش مساكين؟ يعني نحن هلأ ضمن مسار الحركة الثقافية عن جد عم نعاني كتير
من سلبيات، يعني في شيء بالحركة الثقافية، في ابتعاد الجمهور، ما في جذب. بجوز هي مشكلة الشعراء أو سبب الشعراء، سبب وزارة الثقافة. أنا يعني فكرت لا إنه مساكين نور، فكرت إنه هن عاطفيين أو هن هلأ ممكن يكون هذا سبب من السبب. هن جزء من الشعب اللي عم يعاني كتير ضغوطات صحية واقتصادية وسياسية. طبعا أكيد نوجه تحية لكل الشعراء ولكل الأشخاص اللي فعلا عم يساهموا بمسار واستمرار العجلة الثقافية. بالختام حضرتك إليك ديوانين، خلينا نحكي عنهم وشو هن مضمونهم. ديوانين طبعتهم بنفس الوقت، هن من رحم واحد لكن من جينات مختلفة. الديوان الأول اسمه فصير تلي، هو قصائد تفعيلة وقصائد نثر مطولات، والثاني اسمه على مقام السكر ومضات شعرية. حلو كتير، يعني كمان نحن سررنا بالحديث معك، وأكيد إن شاء الله يا رب توصلي لكل شيء بدك إياه، ومنشوف إليك كمان هيك ندوات ومشاريع تانية بما يخص المرأة وغيرها. أهلا وسهلا فيك. شكرا كتير لهي الفرصة، وشكرا لأثير الإخبارية السورية ولكادر برنامجكم. نشكرك. بالختام ست سلام تركمان، المسؤولة عن النشاط الثقافي على مقام أنثى، وحضرتك كمان مديرة التحرير التنفيذي لمجلة المعلم العربي، نتمنى لك التوفيق بجميع خطواتك القادمة. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، الله يعطيكم العافية.